Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferdu, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Hakemu, Ya Adnu, Ya Kuddus. Bihakki ismikel azam, ve bihakki esmaikel husna, ve bihakki furkanikel hakim, ve süverihi, ve ayatihi, ve esrarihi, ve envarihi, ve kelimatihi, ve hurufi. Ve bihakki resulikel ekremu mucizatihi, ve kemalatihi, ve şeriatihi, ve sünnetihi aleyhissalatu ve teslimat. وبحق آله وأصحابه وأنصاره ومجاهداتهم رضي الله عنهم يا ربي وبحق حملة عرشك وملائكتك الكرام وتسبيحاتهم وعباداتهم عليهم السلام يا ربي وبحق جبرائيل وأمانته وميكائيل ووكالته وإسرافيل وصوره وعزرائيل وقبضته وحفظه للأرواح عليهم السلام يا ربي وبحق آدم وكلماته وحواء وشفقتها وشيت ونبوته وإدريس ورفعته ونوح وسفينته ودعواته عليهم السلام يا ربي وبحق إبراهيم وخليليته ولوط وغيرته وإسحاق وأنبياء ذريته وإسماعيل وأشرف نسله عليهم السلام يا ربي وبحق يعقوب ومناجاته ويوسف وصديقيته ويونس ودعوته وأيوب وصبره عليهم السلام يا ربي وبحق جرجيس ومتانته وعزير وحياته وخضر وسياحته وإلياس ورسالته عليهم السلام يا ربي وبحق موسى ومناجاته وتوراته وهارون وفصاحته وشعيب وخطابته ويوشع ورفاقته لموسى عليهم السلام يا ربي وبحق صالح وناقته وهود وهيبته وذو القرنين وحاكميته ودانيال وحكمته ولقمان وحكيميته عليهم السلام يا ربي وبحق داود وخلافته وزبوره وسليمان ومعوزاته وزكريا وعباداته ويحيى وسيادته وعيسى وزهادته وإنجيله عليهم السلام يا ربي وبحق حبيبك الأكرم ومعراجه وقرآنه عليه الصلاة والسلام يا ربي وبحق جميع الأنبياء والمرسلين وكتبهم وصحفهم عليهم الصلاة والتسليمات يا ربي وبحق الشريعة المحمدية وحقائقها وأحكامها دامها الله إلى يوم القيام يا ربي وبحق دين الإسلام وأركانه وبحق الإيمان وأنواره وبحق القرآن وأسراره وبحق التوراة وصحفه وبحق الزبور ومزاميره وبحق الإنجيل وآياته وبحق القرآن وتبشيراته يا ربي وبحق الجنة ولطائفها وخزنتها وحورها وجمالها يا ربي وبحق السماء وزينتها وملائكتها وروحانياتها ونجومها وشواهدها يا ربي وبحق الأرض وخزائنها وحيواناتها وأشجارها ونباتاتها وآياتها يا ربي وبحق أبي بكر وصديقيته وعمر وفاروقيته وعثمان ونورانيته وعلي وولايته والحسن وأخطاب نسله والحسين وأئمة أولاده يا ربي وبحق أصحاب بدر وشهداء أحد ومجاهداتهم وبحق الأولياء وكشفياتهم وبحق الأسفياء وتحقيقاتهم وبحق الشهداء وجهادهم وبحق الكعبة وزوارها وبحق الروضة وما فيها وبحق رسالة النور وأستاذنا سعيد المرسي رضي الله عنه يا ربي وبحق جميع هؤلاء السابقين المذكورين صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك محمد بعدد حروف رسائل النور المكتوبة والمقروءة والمتمثلة في الهواء والأفهام وعلى آله وصحبه وسلم ما دام الملوان واشرح صدورنا وصدور طلبة رسائل النور الصادقين وصدر كاتب هذه النسخة للإيمان والإسلام وارزقنا وارزقهم حسن الخاتمة وارزق كلا منا ومنهم إيمانا كاملا مكملا أكملا راسخا ثابتا دائما أبدا وارزقنا وارزق رفقانا صبرا جميلا وتوكلا كاملا وإخلاصا تاما وفتحا مبينا ونصرا عزيزا معجلا ووفقنا ووفقهم لكمال خدمة القرآن والإيمان وبنشر رسائل النور بين الأنام في عالم الإسلام واحفظنا واحفظهم من الآفات والبليات ومن شر أهل الضلالة والطغيان ومن شر النفس والشيطان وأجرنا وأجرهم من عذاب القبر والنيران
وادخلنا وادخلهم الجنة مع الأبرار في زمرة آل محمد وأصحاب الأخيار عليه الصلاة والتسليمات بعدد حسنات أمته وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم بحق اسمك الأعظم وفرقانك الأحكم ورسولك الأكرم عليه الصلاة والسلام تقبل منا ما قرأناه بأحسن قبول كما تقبلت من أحب أوليائك إليك آمين. ألف ألف آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.